مشاهدي القناة، قبل ما نبدأ الموضوع ما نذكركم مرة أخرى لكي شاهدنا الأول مرة يشترك معنا في القناة ويفعل الجرس، ولكي يتابعنا في القناة ما ينساوش يدعمونا بلايك وبارتاج، وشكرا لكم جميعا. موضوع اليوم أنا نهضر على الجزائر، العلاقات الجزائرية الإسرائيلية. ما كاينش قناة كنظن مغربية اللي ما دخلش ليها الذباب الالكتروني، وبدا ديك المقولات المشهوره ديالهم، يا المطبعين يا المنفعلين يا كذا يا كذا، من جميع النعوت اللي كيعرفوها كل شيء اللي عندهم، يعني اليوتيوبرز اللي عندهم القنوات في المغرب. اليوم وسط تصاعد تطورات في الشرق الاوسط، الشركه ديال شيفرون غلقات الغاز او الحقل ديال الغاز ديالها في اسرائيل بحكم الحرب اللي دايره هناك في هاد المرحله. كما تم ايضا تعليق داك الخط ديال الانبوب ديال الغاز اللي كيربط بين اسرائيل مع مصر، يعني اسرائيل ما بقاش عندها المجال باش تنتج الغاز. اذا هادشي اللي خلى الجزائر تستغل الفرصة باش تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل. الصحافة ماشي قالت تصدير الغاز إلى إسرائيل، وإنما تزيد تصدير الغاز إلى إسرائيل. قرأوا بين السطور، هيا شوفوها هنا باللغة الفرنسية وأنا نشرحها لكم باللغة العربية. شوفوها في الشاشة، كيقولوا زيادة تصدير، ينقرينا بين السطور معناها ان الجزائر اصلا هي راه كتصدر الغاز لاسرائيل، ومع هذه الحرب اللي كاينه حاليا فهي زادت في التصدير لاسرائيل، لان الحقل ديال الغاز ديال اسرائيل تسد، والانبوب اللي كيربطها مع مصر حتى هو تسد. وهذا يعني الجزائر استغلت الفرصه باش تزيد تصدر الغاز لاسرائيل باش تلبي طلب ديال الطاقه في البلاد. وكيعتقد بعض المحللين ان هذا الوضع يمكن ان يشكل سابقة مما يسمح للجزائر بانه تصبح مورد منتظم، يعني تولي كتصدر الغاز لاسرائيل بانتظام، ماشي فقط على فترات، يعني في فترات ديال الازمة. علاش هضرت لكم على هذا الشيء؟ هنا بغيت نشير واحد المساله اللي هي مهمه جدا، ان الكبرانات كيستحمروا بهذه العباره الشعب الجزائري، ديك العباره الشهيره مع فلسطين ظالمه او مظلومه، وفي الكواليس هما كيصدروا الغاز لاسرائيل. اكثر من ذلك، ملي جات الحرب ديال هاد اللي كاينه هاد الايام، فهم زادوا الوتيره ديال التصدير لاسرائيل اللي كيصدروا ليها بكثره. وكيقول لك الذباب الالكتروني، اللي كيف شرحت لكم الذباب الالكتروني هو هذوك الناس اللي كتصيفطهم المخابرات الجزائريه باش يطلقوا ديك الدعايات في المواقع ديال الانترنت، وبخصوص في المواقع المغربيه، احنا مع فلسطينيين، انتم المغاربه مطبعين، احنا كنسادوا فلسطين، انتم ما عندكم لا سند ولا يحزن الفلسطينيين، انتم ماشي عرب، انتم ماشي مسلمين، وهكذا من النعود. وهنا كيبان بانه الاستحمار ديال الكبرانات للشعب الجزائري، كيوهموه بانهم هما راه مع الشعب الفلسطيني، هما كيساندوا القضيه الفلسطينيه، ولكن في الكواليس الامور مختلفة تماما. لكتاب القناة راه كيتذكر انني نشرت واحد الفيديو الدليل والاثبات، في واحد المسؤول الجزائري اللي كيتحدث على التطبيع مع اسرائيل. هذا فيديو راه اللي طلعوا لي، راه اللي كيتابع القناة بانتظام راه كاين. واليوم كتجي هاد المسألة ديال الغاز اللي كتأكد بأن الجزائر عندها علاقة مع إسرائيل، وجالسة كتستحمر الشعب الجزائري. جزائريين وعسكريين إسرائيليين بميلهم قائد الأركان الإسرائيلي جابي أشكينازي.
هل عن جزائر أخرى غير هذه؟ يحدثنا ويكيليكس. موقع التسريبات الشهير خرج على الجزائريين ببرقية نصيبهم منها الصدمة ونصيب قيادتهم حرج كبير. فكيف يصدر عرض كهذا من ممثل دولة تفاخر بأنها لا تقيم مع إسرائيل اتصالات في السر أو العالم؟